اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا ومستمعينا، وتحيه لكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا في حلقه 24 جراد. حنتكلم اليوم او يعني ممكن احنا كنا متابعين الايام اللي فاتت. اول يوم عيد وثاني ايام العيد كانت امطار غزيره جدا. في اخبار من قبل كم يوم انه في توقعات لهطول الامطار بنسب متفاوته. ففصل الخريف عاده في السودان، يعني احنا على الرغم من انه فصل المفروض نستمتع به، ولكن عندنا اشكاليات كبيره جدا من البنى التحتيه وغيرها، من عدم التجهيز لفصل الخريف، فدائما بنتفاجئ بانه فصل الخريف فاجانا. فبيبقى الاستعداد لفصل الخريف ممكن يكون يعني واحده من الاشياء اللي بتشغل الشارع السوداني او الاسره السودانيه عموما. في عديد من البيانات اللي صدرت والتحذيرات، منها صحيح ومنها غير صحيح، اللي هي كانت بتحذر الناس بانه حيكون في هطول أمطار بصورة كبيرة أو بصورة مفاجئة. إحنا خلينا نشوف حقيقة البيانات اطلعت وما هي توقعات الأرصاد للأيام القادمة. إن شاء الله ربنا يجعلها أمطار خير وبركة. على العموم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد أحمد، صباح الخير، مدير إدارة التوقعات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. مساء الخير عليك وكل عام وانت بألف خير أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم. تمام أستاذ محمد، يعني فصل الخريف هو من أجمل الفصول وكل العالم بيستمتع بهطول الأمطار، لكن عندنا في السودان دائما ما يحاط بالحيطة والحذر. هو فعلا من أجمل فصول، فصل جميل، يعني فيه تنتقل درجات الحرارة فيه تستفيد ظاهرة الغبار، في نعم. جمال برضه مصحوب ببعض الأشياء، في وضع يعني في الناس تستفيد أنه بعشر جماله، هو مسألة الأمطار الغزية والعواصف المتاحدة والتمرير للفيضانات، ده تعمل أثار على المجتمعات مؤثرة كثيرة. لكن متى ما تعدت الناس بالبيت الشافي او هذا يمكن الناس تتجنب هذه الاثار السالبه او تخفف منها كثير، يعني اقل بالنسبه لنا نحن في الهيئه العامه للاحصار الجويه اجراءات منا لتمويل فصل الامطار ممكن يعني من اثار سالبه او درجنا على اصدار توقع الموسم كله لكل المواسم، عند الموسم الكبار مارس حتى مايو، تكون جميله او ما ذات اهميه في كبيرة مجال الزراعه. الموسم الاكبر عندنا هو من شهر يونيو حتى شهر سبتمبر، ذروه هذا الموسم يكون في حتى من فترة السكن. فدرجة الهيئة منذ العام 92 إلى 97 على إصدار هذه التسمية، وبعد ذلك نشرها على هذا المستلقى والمجتمع بوضع الاحتياطات اللازمة والتخطيط، يعني تخطيط الخطورة العامة لهذه المنطقة تدريب مؤدل العنصر وتتجنبوا بقدر الإمكان. نعم. بالنسبة لهذا هذا العام مختلف استاذ محمد عن غيره من الاعوام، في وجهه نظرك ما هي الاسباب؟ طيب العام ما مختلف كثير من العام الثاني. نعم. العام كنت اعتقد بالضبط ان كان فيه عموما يعني دي هي تقليديه محدده كده او تقليديه بنقول عليها عقديه كل عدد من الاعوام بتكون في تقليديه انتم القتال ثلاث اربع سنوات القتال كبيره، بعدها ممكن يكون في اللقاء، بعدها ممكن يكون سنه كبيره، لكن بالتحديد 2020 ما فكرت كثير من الاحكام في الاوقات. نعم. لكن احنا في توقعات عام 2020 من 17 من يونيو 2020 او اكثر من شهر من ملامح فريق بشكل واضح وصريح، ذكرنا ان معظم ولايات السودان الامطار المتوقعه فيها امطار فوق المعدلات وتسجل مقاطع لين
عنده معدل محلي الأمطار معظمها من النادي أعلى من المعدل، بالتالي متوقعين أمطار كبيرة ومثل هذا التوقع يؤكد عليه إحنا فعلا بنعمل تمام. استاذ محمد عشان اقدر اسمعك بصوره اوضح والمشاهد والمستمع يقدر يستفيد اكثر من المعلومات اللي انت بتقدمها، لو احنا حنعاود الاتصال بك مره ثانيه، عندنا ماده مقدمه حول عربيه اسره جرف السيل، خلونا نشوف مع بعض الفيديو ونرجع مره ثانيه نحاول نتواصل مع استاذ. صباح الخير. اشهر عشان دي الان يا جماعه السيول جرفت له عربيه. جديد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، المنظر كان مخيف جدا ويا ريت الناس تنتبه، يعني طالما هو أساسا في سيول وفي كمية من الأمطار فما تجازف ولا تخاطر بأسرتك ولا حتى بنفسك في أنك تتحرك بعربية، خصوصا يمكن العربية اللي إحنا شفناها يعني ما هي العربية اللي ممكن تمكنك أو تأهلك أنك تتحرك في الأمطار أو في الوحل. ربنا يكتب سلامتكم جميعا والحمد لله على سلامة الأسرة وإن شاء الله يكون ما أصاب أي مكروه. رجعنا مرة تانية، هنستقبل عبر الهاتف أستاذ محمد أحمد. صباح الخير، مدير إدارة التوقعات بالهيئة العامة للأرصاد الجوي. مساء الخير عليك من جديد أستاذ محمد، ولو كنت سامعني ظهرت العديد من البيانات خلال الفترة السابقة، منها ما حدد المناسيب بشكل كامل للأمطار وبأنها تفوق 100 ملي، ومنها ما حدد بأنها تفوق أمطار العام 1988 أو سيول 88. الأخبار بيت بتتداول بصورة كبيرة جدا في منصات التواصل الاجتماعي، احنا عايزين نعرف مدى صحة هذا البيان. شكرا جزيلا. تفضل. حقيقة نحن في هذا العام الأرصاد الجوية نعم بنطلع تقاريرنا اليومية وبنحطها ونرسلها لوسائل الإعلام المختلفة بصورة واضحة، عندنا تقارير منتظمة يومية وإذا توقعنا أي واقع يعني متطرفة متمثلة في أمطار هجيرة أو عواصف يعني أعاصير قوية أو أي شكل من الأشكال في المتوسط
ننظر لها تحديد مباشر مرقم يحمل عنوان الهيئة العامة وشعار والنقطة. احنا في جهات كثيرة صراحة تدرج على انها تظهر توقعات ما مسؤولة بشكل كبير، ما مسؤولة لانها يعني ما مستندة على اي اساس علمي. تعمل تشويش كثير على الناس وحصل الكل بيقولوا انه أن احنا يعني نطلب من الكلام انه يعني يطلعوا على اخبار الاطباء من خلال مواقع الارصاد والمنصات الجاهزه. الهيئه العامه للارصاد البيئيه اصدرت من 4 أيام او تقريبا من اسبوع اصدرت توقع مفصل واضح اشار فيه الى ما الى توقع دخول امطار كبيره في ولايات اللي ظهرت فيها نهر النيل شرق جامع شكلا الخرطوم والولايات المتحده افضل بعدها افضلت تحذير وارد جدا من توقع امطار غزيره في ولايات الخرطوم وغيرها في جامع غير ولايات الخرطوم. استاذ صباح الخير، يعني حسب توقعاتكم ما هي الأكثر الولايات تأثرا بأمطار خريف 2020؟ إلى الآن في ولايات كثيرة تتأثر منها ولاية كسلة، ولاية المدارس، الولاية الشمالية، ولاية نهر النيل، حتى الخرطوم تعتبر من الولايات الأكثر في ولاية شمال والنيل الأزرق وكذلك شمال كردفان ودارفور غرب دارفور وجنوب دارفور من ذات الاثر غرب الفمرضى من ذات الاثر كثيرا بامطار هذا العام حتى هذه المره. وكما ذكرت ان احنا اساسا توقعنا امطار غزيره لهذا العام امطار غزيره لهذا العام اشبه بالعام الماضي او اعلى كما ذكرنا في اعلان توقع الموسم. استاذ محمد، على اي شيء تبنى التوقعات اليوميه والسنويه والشهريه من قبلكم لمناسيب الامطار وايضا مناسيب النيل؟ شكرا جزيلا. مناسيب النيل حقيقه الجهه الجاده عندنا هي وزاره الموارد المائيه هي مسؤوله من مناسيب النيل. نحن مسؤولون عن الوسط والمناسيب، يعني نحن ننزل توقعات الوسط من حيث الامطار، الرياح، العواصف، كل الاحكام هذه المحطه ممكن تسبب تؤثر على حياه المواطن بامتلاكات الارواح من حيث الطقس بمناسبة عن الحياه. اما اداره الموارد المائيه فتعتبر مناسبة الامطار توقعات تنبني على استخدام وسائل الوحده الامنيه لجمع كميه كبيره من البيانات منها بيانات تتصل منها بيانات تعريفيه نعالج كل هذه البيانات بنماذج صوره احتياجيه مختلفه لاستخدام كل الوسائل الامنيه وبالتالي نصل لتوقع الوقوع على الصف للفتره القادمه اذا كان تفتح ابواب للساعه او فتره. استاذ محمد احمد صباح الخير، نسبه للامطار والحاله الاستقطاب اللي ممكن تكون بسبب الغيوم والامطار احنا ما قادرين نسمعك بصوره اوضح. حنعاود الاتصال ان شاء الله، لكن كده خلونا نطلع فاصل اعلاني.